السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنرحبوا بكم مجددا على قناتكم الحقيقة الفضائية. اليوم كنتواجدوا من نواحي مدينة الدار البيضاء الكبرى عند السيد حفيظ بن شطيطة اللي كان كيعاني مجموعة من الأعراض، على رأسها آلام في أسفل الدار. هذا الآلام كان عنده خلقي منذ الصغر وعانى منه الكثير لمدة طويلة من الزمن، وصلت 15 سنة. مر على العديد من الأيادي ديال الأطباء والاختصاصيين، ولكن الأدوية الكيماوية ما جابت حتى شي نتيجة. والحمد لله بعد ما اكتشف مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية عبر قناة الحقيقة الفضائية، استاشروا وخد منه الجرعات، والحمد لله تحسنت الحالة ديالو إلى الأفضل. تابعوا معنا الحلقة. حفيظ بن شطاطة، العمل ديالي كنت كنعمل في البني، في المهم هاجر وصافي. كنت جيت من العربية، كان جيت هنايا لدار بوعزة، جيت سكنت هنايا في دار بوعزة، تزوجت، من بعد ضرني داري، مبقاش قدرت نخدم صافي، مبقاش كنقدر نخدم صافي. ولات على المرا اللي كتحرك شوية وكتخدم، الوالدة والمرا كيخدمو ب 700 ريال شوية كيعاونو، كنمشي كندواز بها كنصرفو منها ونشري منها الدواء. كندوز هذيك الساعه الطب العام بزاف، باقي المرض ما اكتشفش ليا انا، كيقول لي عندك البروده، عندك هذه. واحد المره بقيت كندق البراوات حتى مابقاش كنقدر نوض من بلاصتي. جات الوقت وانا نمشي لاسفي، مشيت لاسفي عند العائله ديال المراه تمنية، صافي انا بقيت كنخدم، نقدر نخدم، مابقيتش كاع كنقول راه غادي نكون شي حاجه في المجتمع، وغادي صافي والو. لحقت فيا الدرجه اللي بقيت وليت عناس، وليت معصب، وليت خاصم مع المراه، نتخاصم مع اي واحد يهضر معايا تنتخاصم. وانا نمشي عند الطبيب تما للسبيطار الكبير، السبيطار الحسن الثاني الكبير، مشيت عند واحد الدكتور تما الله يذكره بخير، هو يعطيني قال لي سير دير سكانير، دير راديو صغير. درت راديو صغير، قال لي دير سكانير، درت لي السكانير. هو يقول لي قال عندك مشكل واحد، عندك السلسول الاخر ديالو مزير، هو شبه السياتيك، ولكن ماشي السياتيك. السياتيك حين كتكون واحد الفقره كتخرج، هذا عندي كلشي مزيان، يعني عندي الاخر ديال السلسول مزير، داك المخ ما تيدورش مزيان ملي انا كنخدم، وداك الشيء داك المخ ما كيدورش مزيان. السياله يعني كنحتاج انا داك الدوران مزيان، وكيطلع لي السخانه صافي. مبقايش بنادم كيضر كلشي، كيولي كيضرك كلشي هذيك الساعه، كلشي كيولي يضرك، على رجليا، على الولاسات، ولاو ليا لداخل في كرشي، وليتي اي حاجه خاصك ديما. الى الصومان كان كيجيني مشكل، الصومان ملي كنجوع كيضرني، خاصني ناكل باش كرشي شويه يبعدوا دوك هذوك اللي الولاسات اللي عندي لداخل. والحمد لله، اللهم لك الحمد. صيفطني داك الدكتور من تما، عمر ريا صيفط، قال لي فين كتسكن؟ قلت لي كنسكن في الدار البيضاء. قال لي انت مزيان، قال لي علاش ما مشيتيش للدار البيضاء؟ تما كاينين سبيطارات كبار، كاين بحال انتوما الاعشاب، بحال اي حاجه كاين تمني. واخا جيت هنا لميريزكو صافي، وانا نتبع، درت ميل، فتحت معاهم ملف وتبعت في هذيك في 28، بقيت كنتبع. درت العمليه الاولى خدمت بها بالزربه، كتعرف قال لي خصك دير العمليه، خصك باش يوسعوا لك هذيك الثقبه، هذيك الثقيبه اللي كاينه عندك في السلسول الاخ، صغيره اسفل ديال الدار، خاصنا نفتحوه وغنشدوه غنوسعوها شويه. درت العمليه الاولى، هو يعاود داز شي عامين بحال هكاك وضرني ظهري ثاني، وانا نعاود نتبع معاهم ثاني. هما بحال ولاو كيسحبوني عام سطي من مريض مول درجات، صيفطوني عند الدكتوره ديال الامراض العقليه في 36، صيفطوني عادها باش وهي تشتاش ريحات معايا وهضرت معايا، ولقاتني ماشي مريض مول، ماشي مريض عقليا. قالت لهم صافي، سينات لهم بان اسيرو راه هو متحمل هاد العمليه، هو اللي متحملها، ديروها ليه، بغا يديرها ديروها ليه.
حيت انا صبت راحتي في العمليه الاولى وليت شويه وليت كنخدم وليت حيت انا المهمه ديالي هو نخدم ونرفع العائله ديالي. نادم ما عندوش من يجيب لقمه ديال العيش. يعني المراه 700 ريال 700 اش غادير لك في هذا الوقت؟ 700 ما تخلص لك حتى حاجه، قلت لك هذا الرزق غير شويه. وانا نعاود العمليه الثانيه، عاود لي الدكتور نديفي الله يذكره بخير، تا هو الله عمره دار. ملي عاود لي العمليه وليت بخير صراحه، وليت بخير وعلى خير. اشناهو اللي ولا فين عندي المشكل؟ ملي كنهز شي حاجه ولا شي حاجه، المهم كنكلف شويه الحركه كيضرني ظهري. صافي انا طلع لي الدم من السبيطار، مشيت كندوز عنده، مشيت عنده ثاني درت كونترول، قلت لي راه باقي كيضرني ظهري. قال لي مابقاش عندك داك الشيء اللي كان عندك. عاود لي هو الراديو داك الشيء، قال لي شوف داك الشيء مابقاش عندك. قال لي انت ولد الناس فتحتي العمليات الله يجعل شي بارك، ولكن قال لي الدواء ديالك شنو هو؟ هو شويه الراحه صافي ودير شي علاج اخر. قال لي المهم دير خصك ترتاح ما تبقاش. وانا ما يمكنش لي، انا بقيت كان ضروري خصني نتحرك، خصني دابا ما كنبيع ونشري، وليت كان ما بقيتش كنخدم، وليت كندير التجاره شويه، كنضل واقف بزاف، وداك الوقيف حتى هو كياثر لي على ظهري. الحمد لله. المهم بقيت كنت واحد النهار وانا نشوف هاد القناه ديال الحقيقه ديال الدكتور الهاشمي، صافي وانا نفكر بان غنمشي نقلب عليها. وانا مشيت تما نيت، مشيت تما حدا ميريزكو تما، وانا نمشي لها تما في عبد المؤمن، مشيت للمركز ديال الدكتور الهاشمي. صافي جات الجرأة الاولى جتها، يعني وليت بخير صراحه. خا العمليه تما داروا شي حاجه، ماشي ما نقولوش العمليه ما داوش، داو واحد الجانب غير هما المشكل اللي بقى. عندهم تاثير ايجابي، غير هما باش نبقى نوقف بزاف وداك الشيء والحركه وداك الشيء، خاصني ضروري نزيد الدواء ديال الاعشاب. دابا ملي كندير الدواء ديال الاعشاب ديال الشيخ الهاشمي كنحس به خير ولا خير، غير الى يعني كنحس بواحد التحسن بزاف، وكنولي نضرب تماره عادي جدا، وكنخدم حتى في البني ملي كندير هاد الزيوت وداك الاعشاب اللي كناكل والرقيه الشرعيه و... الحمد لله من فضل الله. ملي كندير هذاك الدواء كنولي بخير وعلى خير. شفت الناس عندهم امراض خطيره كاع، مثلا ميكروب ديال الدم، مثلا الكلاوي، يعني سرطانات، سرطانات، يعني المفاصل الروماتيك، يعني كاع هذا شاهدتهم انا بعينيا. وتا تما في المركز تلاقيت مع ناس نيت عندهم نفس، عندهم كاين اللي عنده كلش عنده، والعيون اي حاجه والله العظيم. والحمد لله كل شيء كيقولوا الحمد لله. الحمد لله، طلب الله تعالى الله يزيد في عمره الصالح. هادي كان مع الصباح على الريق، كنديرها في الماء سخون وكنشربها على الريق وكنمشي. هذا بربع ساعة الماكلة تقريبا، ربع ساعة. هاد الزيوت كان ديال الدار، كندهن بهم الدار ديالي والمفاصل. وهذه الكتفين كندهن بها الكتاف ديالي، وهذه كندهن بها الجسم ديالي كله. الشيخ الهاشمي زعما راه الحمد لله كيتشافوا على يد الناس بزاف، منهم انا بعدا الحمد لله. ماشي غادي انا راه وليت الحمد لله بخير وعلى خير، كندير الدواء ديالو كنولي بخير وعلى خير. كنقول الناس زعما يتوكلوا على الله عند الشيخ الهاشمي، والجرأة ديالو راه ما غالياش، كتجيب على الملف باش متبع الحالة ديالك. والحمد لله، وبنادم يدير النية راه كيولي بخير وعلى خير. صحة حفيد على السلامة. الله يسلمك اختي، ونتمنوا لك ان شاء الله الشفاء التام لجميع المسلمين ان شاء الله يا ربي. الى هنا كتنتهي حلقه اليوم، كنضربوا لكم موعد في الحلقه المقبله مع جديد وجديد الحالات اللي تشافوا الحمد لله فضل الله عز وجل، وفضل المنتجات الطبيعيه اللي كتنتجها مراكز الدكتور الهاشمي الاعشاب الطبيعيه. دمتم في رعايه الله.